قناة ظل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إذا عندي الإسلام كان اسمي بتأسو سجنت جا كميسا كم قال أدري باكيس بردانو كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين أمري لير توحا كنوفا بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر باب ما يؤمر به وان التمرين قل مدبته باب ذكر الحديث الدال على ما يؤمر به من الوفاء وان التمرين قل مصنقوت الراغة بالنذر نذري وان قدا قدا حدثنا مسدد حدثنا فارس بن عبيد لم يقدر عن عبيد الله بن الاخنس عن ابي مشاور بن ابي عند الدين قال تناكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي تنجبتي نجبتي يا رسول ربي يتي إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفي قال إني نذرت أن أضرب بالدفي أن أضرب على رأسك عندك سبيرة تدوف دري خيتي تدب لأولا نذري جتي قال أوفو نذري يا ربي النجاس باسي سيقل تلو لسنرى سبيرة تدوف نذري جتي قال نبي جين نجي أوفي بنذريك أوفي بنذريك قالت نجت الناس إني نذرت أني نذري أن أصبح يجو دمو قلو دان نذري قليس تكتشو بمكاني كاتك بككنا كناتي مكان كان يدعو في أهل الجاهلية أشارة إشارة قوت مكان إلى مكان غير مكانات إشارة قوت كان يذبه في أهل الجاهلية أهل الجاهلية ذو القخيطة قال سنما قال الحسن بن طارق لا قال ايتو دموني جي هل سنم سنما في دوب مو قرتين الذرته جي جت قالوا قالت لا لا سنما في النذر ري جت قال لا يتو دموغ قالت لا قال علي وسن سلام في النذر تيجيني قالت لا سلام في النذر ريجت قال أوفي بنذري أوفي بنذرك نذري خيقو تكسات حسن صحيح تقربك نبي جيمو قرتنيت جهاد الرانا قيت هيقلو داف صنيف نذر تيسين ناري أجتين قالون الدرج دوغنا ميچيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وسلمنا وسال الجاهلية سنم لسنم جاهلية رات خاب دمو تخيس جراجي قالونا انجرو جان هل كان فيها عيد من آيادهم إذي ده كفارا هو شيء ولي كبر موجع لا ولي تين كبر مني. النبي صلى الله عليه وسلم أوف من أدريك. مسافر ما خلاص نديم وفين كلا يشوف ديم أوف بين أدريك أنا أدري خير. لا وفاء في معصية الله. معصية ربي خير تدي ولا في ما لا يملك من آدم غيت اللي ندري ننجر وجه صحيح ونديني صحيح. صحيح جنين قلت اسنادو صحيحون على شرط على رجال البخاري رجال الشيخين الرتهادا نغاري دمو قرتني هذا الحديث في الصحيحين قيس التهادا الجملة الأخيرة جملة بودا بيتان وهو متصل بلا عنانة
يعني وبه قال حدثنا وقال حدثنا سمعنا علينا حدثنا زيد بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن مسلم التقه من اهل الطائف نالي قال حدثني سارة كنت مكسر من الثقه قال نجي حدثتني سارة سارة نابو ديسيتي بنت نيكسا من انت نمك تنقى قرد من قالت نجدت سألت مع نبي فعجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة تنقى خرجت من بيت سفر ما أبي أباقي يا وجن في حجة رسول الله زمن نبي نجي قد غيث وجنين بيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لندركه وسمعت الناس نازلين لك يقولون غجان رسول الله هو رسول الله إن يرقى ربي تغجان فجعلت أن ننسيني أبد بصري إجخي قرصات ديرسي خلال توتين سيني فدنا إليه أبي ناري لأتبئه بصري وأزمه إجخي قيس الأزم سيسو تهولتين سيني فدنا إليه أبي أبانك يتدهاتي وهو على ناقة له وهو على مغرط نبينا لا ناقة له ناقة حاشا سارت حالتين معه درة معه درة نساء وجين هلنقان كجر نبي جيدا وجين كدرة الكتاب أكالنقان ومولم قرآن خطه فسمعت الأعراب والناس يقولون فسمعت الأعراب والرباديان اندقي ناس اثنين دقي يقولون خجان الطبطبية إهذري الطبطبية إهذري الطبطبية إهذري الطبطبية هلنقا يقر هلنقا يقر خجان اندقي فدنا إليه أبو صوتي قود أسد ويقا هلنقا نكسي طبجا سنيد هكيان فدنا إليه أبي أبانك يتدهات نبيتي فأخذ بقدمه فأخذني كبي نبي مو بقدمه ميلساني كبي قالت فأقرب له قالت نجت دوبك ميمونة بنت قردمتني فأقر له يجتور مو قرتنيت النبي نسا تقريرني قدي ووقف ندابته فاستمع منه إسراني دقيفة وان النجوم فقال يا رسول الله إني نذرت فقال نجابانك يا رسول ربي إني نذرت أن قدام في الرقود يجئ ولد لي ولد يو علم ديرتين عدلتي أن أنحر على رأس بوانة في عشرة من قبا قارم وبوانة دات موغرتني تنقلودا نبن قدا قد يجئ في عقبة من الثنايا في عقبة عقبة من الثنايا خرسي الراتات قيستي إقصة من الغدم رئيه الدقلو دانا موغرتي قدا في الرق ديجي قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين قال لا أعلم أن بيخ إلا أنها ميمونة قالت كجت مالي خمسين رئيش أنت من في الرق ديجي دمو قال إنصاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بيع من الأوثار شيء هل بها عقبا سنت جراج سنم الراون قبر اندر وچن جراج قال لا انجروج قال دعوك بما نظرت به لله قوتي اتودن وانا تنظرت صندوق ربي بجتا قالت فجمعها قالت نجدت ميمونة بنت قردمتني فجمعها رئيش انت مولنك بأبانك إياه جعل يدهها إسيخ قالوا توسين دوبا فانفلتت منها أشات رئتين تقدراني باتي نفيدي فطلبها إسيني بربادي ويقول اللهم أغفر على جون يا رب نذري خيانا الراقوتي على جون فظفرها إسيني ملقاوي دوبهي فظفرها إسيني قصنيز قليت اتبوت شنطمان صحيح ندين صحيح فبيقى لدنا عمد وشعر لدنا أبو بكر حنبي ودنا عبد العميد مجعفر نعم شعر نميمورة بالذكر تنسوها نبيها نحوه يا ليل مع نبيها ايتنا باسي لعديث تنحوهنا والحديث السابقي معنى حديث دبره ياري عمر بن شعيب بيو ديسي ميمونة معنى حديث سارة بنت مقسم را دبره نو حديث سارة بنت مقسم عمر شعيب بي تابعه در صوت ميمونة قول تابعه مختصر منه شعيب
لكنه مختصر منه دين الممريخ مختصر يجدوا الحديث دراسة الجواب. قال نبي نجيت للفذ صاح بها وصل أقباس نت وصل صنم نجراج. قال لا أويد من عاد الجاهلية أنجرتي جي. قال لا أنجرتو جي. قالت قلت يجتو لما قرتني تننجي إن أمي هذه هادتيتنا عليها نذر النذري ترجرا. ومشى دجون دي من سنة الدروت جل الفديم تأجي قلو أقضيه أنا يسير عن إن دلقا إنجي. ربما قال من وشار أنفضيه عبنا. قال نعم من راد لقيجي صحيح ومدين صحيح ناري. باب النذر فيما لا يملكه. باب حكم الحديث الدا حكم موغرتنيت النذر لا دبت وان ملكني وان دند جنمي جو نذر وملك الرنقمني. كانت الأضباء هنا كان أضباء أيام أمتت النطاط لرجل من بني مكيل نبتات أضباء النبي توني. وكانت نطاط مويسين أضباء قال لأضباء أيام أمتت من صوابك نوك الحجاج. من صوابك الحاج من صوابك يتونوك الحاج تدقمتم وقرت قال لنا حجاجاتي تاتي تدرى ديمتم. قال فأرسل. قال نجي دوبا فأرسل إمران نجي. قال إمران ابن حسين نجي فأرسل يتونا موقرت نيتنا الوكيلي رجل تجي ورقيلي ثم بوجي أمي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وثاق. فأتى النبي يتولى موغرة نبي لتنفهم وهو في وثاق على إداخل سجرون. والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه ونبي على راكب آلتين همارة قرى على يبتاتين على همارة سنجتك طيبان كجرتو متابني. قال فقال دوبني جي وقيلي رجل وقيلي سن يا رب محمد جي ألا ما تأخذني مالي في نبوجي تيجي نقب ديجي وتأخذ سابقة الحاجي ناقاتي سابقة الحاجي تنوكي حاجي درس دبرت مالي في فبوتا جي. قال تأخذنا كنت من جريرة خلفارك حقيف. قال نبي نجي ناخذك نتسك أمنيجي بجريرة ذنبي موغرتي حلفاء خيتي ورسقيف جتسك أمنيجي ني. قال وكان خطير قد سرور. قال عمران نجي خنو جريرا جريبا جريرا حلفاء أساسا نمودي ما عمران نجي وكان سقيف قبيلة ورسق ابن تان صلى الله عليه وسلم رجل لما بوجي أنصاب نبي الراحة. قال عمران نجي وقد قال وقد قال الرجل رجل تشوكيلي وروكيلي خن نجي فيما قال وان دبت غيسة نجي وانا مسلم براني مسلم آجي. او قال تقاني وقد اسلمت ان اسلام ايمان بوجتني. قال فلما مدى النبي يقمن البيين زبره. قال ابو داود اني جمع مال جي فهمت واضح. قال محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد. علمت هذا فهمت هذا يتون قولي ساخنانين بيخي. فلما مدى جيتشو قال من محمد بن عيسى محمد بن عيسى الراهن بيخي لم افهم سليمان الراهن بينيجا ناداه يسن للبيام وقائلا نالجو يا محمد يا محمد والجون. قال عمران نجي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحيم النبي كقلبي لا بتهدوخ رحمة ما قلو شفيقته فرجاء إليه قرصان نجي بينا من كتي وقلن يا محمد يا محمد جي. قال وباك ما شعلك حالي خيمال ابن اللبدا جي أنا مسلم براني مسلم جي. قال نبي نجي
لو قلتها أدو أنا مسلموني خنجدت وأنت تملك أمرك هالانها لخي ملكتون أدو بوجيا مودان دردتي قبل أسريتي قبل تقول الفلاح ملكي كامل ملكو إتاج سلاح ثم رجعت إلى حديث سليمان التنين دي بيجي قال يا محمد إني جاي فاتعني قال نجي وقيلين سن يا محمد إني جاي ونالي بيلا واداجي فاتعني إني زمان واني دي بودا لو باسجي قال عمران نجي فقال النبي نبي نجي هذه حاجتك حسين تناجاتي تي نياركت تاجي او قال هذه حاجتك حاجتك ناري تقاها جائساتي ونن اللبو في فقدوها ففودي الرجل رجل تتقن في داني قدم دوبة بعد الرجل بعدو ايقصني بودا رجل لما ورسك بوجه ولفانسا بوجه سنيني في داغو دميتو دا دولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأتباع لرحمه قال صاحب برتهم بسدوب نبيين لرحمه لرالي للقوبه يبتو إفلاتي يبتو في فيتي في نبيين هم ببتي قال فاغار المشركون على سرح المدينة قال إمران نجي فاغار المشركون مشركتون نجر قريسا ما شاء الله مدينة رتني غير غريسني فذهب أذباي قال النبي إنكم فلتتنا موهني دي منيني مشركتوني قال إمران نجي ماسي فلما ذهبوا بها يقوم أذباي دي مني واصروا امرأة من المسلمين واصروا امرأة مرات قاسني بوجيها مسلم توتا رافتاتي قال امرأة نجي فكانوا دوبا نتان إسان إذا كان المشرك تونس يقوى القنقية يريحون ايتو دمو غرطانيتين يتخمو غرطانيتين يريحون ايبي لهم قال لنساني داخ قال لي سنتان جيتو لباد ساني قيسا قال فنوموا ليلة وقامت امرأته قال نجدوا بإمران فنوموا يجدوا دمو هرمن إسان الرن قدام ليلة نلقن تقى وقامت امرأته نمتين بوجيانتن نخاتي جالت لا تدوي لها وارادت أن تهرب ديشتون فيتي فجالت نسينتي لا تدوي دها قال سحر قررت خرق قيسون تاني جد على بئير إلا رغا إيوما لقال لسين كارك الرخيس حتى تتعلى الأدباء هنگا أدباء دفتوتي أدباء دبن يارك الرخيس نحن نتعلفتي حتى أتعلى الأدباء قال إمران نجي فأتتني جم مران سنني دفتي دوبا على ناقة راكبة يابتي على ناقة ناقة أدباء جانين سنزلو لنجي جم متيا خطاتي لنجي فمتو خطاتي سيابتي دفتي مجرسة مجربة في الركوب ركوب خيزة مقرمتو إثين خطاتي قال لتوني يعني قال نجي دوبة فركبتها إسيني أبتي ثم جالتني نقوتني نذرت ربي إسيرتي إن نجاه الله ربي النسي نجا باسي قالت من حريني قلا جتتي نذرت قال إمران نجي فلما قدمت المدينة نمت يقوم مدينة قلتي عرفت يجود الناقة عرفت الناقة قال لي بيكم ناقة النبي ناقة النبي بيكم تأتباعي فأخبر النبي نبي إني أديفم بذلك خلني أديفم فأرسل إليها فأرسل إليها فجي بها ناقة سنفدني وخبرني أضيف مدوب نظري سيلا نهاري دانقو دون الدري في سامات ونياتي سي غلطة قوتي جيتنا جاسي بابت قلو نظر تاجي إن الله أنجاها لتنحلت إن الله أنجاها
إن الله ربي ننجا يسين جانبا سراكبة عليها لتنهرنها يتولى ننك لا يتون الذرتي جدوبا لا وفا وفا ننجر لنذر النذر وفا ننجر في معصية الله ما سيا ربي غيت قطاته بي ولا في ما لا يملكه نذري واني ملك نخيص التهيز قوتو ننجر يتولى موغرت ملك أخيا وانما نذرون انتو مرآن بوجي امتتون جارتي ابي ذريتي نالي دارون فيرن نذراني تصدق الماني نوان در دويت انجلا قناة ظل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إذا تعيان دين الإسلام كان اسم تيسو سجن تازجا كميسا كمقالة درباكي ست برادم كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين عمري ليرتوحا كنوفا